بدل العربيه عشان الحاج للمواطن ان هو يحجز درجه حرام حرام كمان قفل الاس دي عندك ايه عمل صيانه مستمره او متابعه او ضمان كمان ممكن عندي عيوب الصناعه المستقيم عمل كل ده موجود. احنا بدانا الجزء الاولاني مع الهيئه العربيه للتصنيع الشرقيه ففي الضمان مش هنكتب كمان الطريقه سهله لان هو بيفتح بوابه الشباب والرياضه بوابه المفتاح طول كده بيكون معاها الدراكتك صحتك وده اسم المبادره بيبدا يحجز. احنا لما اعلنا كان بعدها بعدد قليل جدا 23000 وبعدين 50000 وهكذا بالرغم ان احنا بادئين في 2400 لكن احنا مكملين على طول ان شاء الله مع الاعداد وهتستمر التجربه وهتستمر التطوير. مصطفى انت على المبادره يعني على طول دربت. هل هيكون في خريطه لعدد من المنافس اللي هيتم طرحها من خلالها درجات اقرب شويه كمان يكون في دفع الكتروني للمنافسات الفترات القادمه اكيد في تطوير لمناحي كتير مش عايز يعني خلاص دلوقتي في مجموعه عمل كلها موجوده ان احنا نسهل على المنافسات كمان ازاي نحطهم بس ده الخطوات التانيه والخطوات اللي جايه يعني احنا بنقول دربت في الدرجه الصحيحه. لا ما انا بقى معمول بدانا من فتره طويله جدا مبادرات الصحه واللياقه زي انزل ويكلي زي المارث اللي بنعمله زي البايكنج او الناس تركب عجل وتنزل الشارع مرحله ثانيه وان شاء الله في التطوير كمان تطوير لاحقا هيكون في حرمي ورق سنه الله درجه بموتور صغير ده بنحاول عليه طبعا ويمكن ده وجهنا ليه في فتره الرئيس برضو ان شاء الله يكون من ضمن التطويرات اللي جايه وهنتعاون في المستقبل برضو مع وزاره النقل في حاجات تانية يعني مش هنقف لازم هيبقى في حاجه اسمها عربيه شعبيه تطوير لفكره العمل احنا نمشي بقى ازاي هنعمل العجل نقتحم الموضوع الدراجات الغير علينا مش احنا كمان الطرق اللي بتتغير علينا احنا هنعمل الدراجه وان شاء الله يعني يبقى في ضبط للطرق علينا.